السلام عليكم أعزائي المشاهدين، يمكنكم وصفة جديدة. الوصفة تاع اليوم هي وصفة الشوفلوغ بالجبن. إذا أعزائي المشاهدين، باش تحضروا هذه الوصفة اللذيذة جدا، تسحقوا المقادير البسيطة اللي راكم تشوفوا فيهم الآن. نسحقوا رأس الشوفلوغ متوسط الحجم، نسحقوا هنايا يعني نصف صدر دجاج إذا كان كبير، إذا كان صغير صدر دجاج كامل. نسحقوا حبة بصل متوسطة الحجم. نسحقوا هنايا يعني الجبن الخاص بالبيتزا حوالي 250 غرام. نسحقوا شوية مع شويه مارغرين حوالي 3 ملاعق كبار. نسحقوا لا مايزينا ايضا حوالي 3 ملاعق كبار. نسحقوا الزيت ايضا والملح والفلفل الحار. اذا ندوز مباشره لطريقه التحضير اللي حتكون كالتالي. الان اول ما قبل كل شيء ناخذ الشوفلوغ تاعي، نقطع قطع صغيره ونديرو يغلينا هنا يعني وجدت في الماء والملح، ونقطع البصل تاعي قطع صغيره والدجاج قطع صغيره والمعدنوس، ونعود نشوفوا طريقه التحضير اللي حتكون سهله جدا. اذا كيما راكم تشوفوا، انا بعد ما قطعت الشوفلوغ تاعي بهذا الشكل يعني هكذايا شغل دي بتي بوكي هكذايا، الان بعد ما تخلصت ايضا من هذا يعني هذا ما نديروش مع هدايا. اذا نجوز مباشره نديرو يغلي في الماء والملح. اذا كيما راكم تشوفوا هنا انا عندي الملح اللي درت يغلي هاوليك بالطريقه. اذا كمل العمليه تاعي هلو هنايا ناخذ الملح ديالي حوالي ملعقة صغيرة تاع القهوة هكا، ندير مباشرة في الشوفلوغ تاعي اللي راهو يغلي بالطريقة. إذا نخليه يغلي ونجوز نقطع البصل تاعي والدجاج. ألوغ هنا ناخد قطعة الدجاج نقطعها قطع صغيرة كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. بهذه الطريقة هاد الشكل قلت هكذا المكعبات اون كوب. كمل كامل العملية تاعي بهاد الشكل. كيما راكم تشوفوا، انا بعد ما قطعته بهاد الشكل يعني اون كوب مكعبات بهاد الطريقة، الان نجوز مباشرة نقطع البصل تاعي قطع صغيرة. الوغ الان قلت ناخد حبة البصل ديالي نقطعها قطع صغيرة. الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا، بعد ما قطعت البصل تاعي بهذا الشكل يعني كيما راكم تشوفوا قطع صغيرة والدجاج تاعي راهو هكذايا، الآن نزيد ناخد هاد الشوية تاع المعدنوس ونقطعو. الوغ كيما راكم تشوفوا، بعد ما قطعت المعدنوس تاعي لهنايا هنا حوالي زوج ملاعق تاع الأكل كبار. إذا هنايا راهم كامل المكونات تاعي راهم جاهزين. نجي ندوز مباشرة لطريقة التحضير. إذا ناخد طنجرة ديالي كيما راكم تشاهدوا هنايا، ندير فيها أولا البصل ديالي يعني هنا نحط جميع المكونات على خطرة كيما راكم تشوفوا، زيت المعدنوس بالطريقة، نزيد ناخد قطعة الدجاج تاوعي كيما راكم تشوفوا، الآن ناخد الزيت. الوغ هنايا قلت نبدا ندوزن، اذا ناخذ حوالي ملعقه تاع القهوه وندير الملح ملعقه تاع القهوه تاع الملح، نزيد ناخذ حوالي نصف ملعقه صغيره تاع الفلفل الاكحل يعني هنا حوالي ملعقه تاع لاتاي ولا نصف ملعقه تاع لاتاي يعني مش اكثر بزاف في الكحل كما راكم تشوفوا هكذا. الان ناخذ الزيت تاعي وندير حوالي ملعقه كبيره اللي ندوزنو بها تاع الزيت بهذه الطريقه. الان ناخذ لا مارغرين تاعي، اذا قلت ناخذ لا مارغرين ديالي وندير حوالي هكذا، نزيد حوالي زوج ملاعق تاع اللي ندوزنو بهم ولا اللي حبيتو ديرو بالملعقه تاع الاكل، ديرو حوالي زوج ملاعق كبار ثلاث ملاعق عفوا. هنا درت زوج ملاعق اللي ندوزنو بهم، اذا هنا زيد شويه هكذا بهذه الطريقه هكذا حوالي ست ملاعق تاع الاكل، ولا عمرتو الملاعق اللي ندوزنو بهم نديرو زوج. اذا هنايا كيما راكم تشوفوا هاد الخليطين نديرو مباشره يتقلالي فوق النار. يعني كما راكم تشوفوا هنا، بعد ما درت الطنجره تاعي فوق النار في الحله، جميع المكونات كما راكم تشاهدوا
نغطي عليهم بطبيعة الحال. اذا كما راكم تشوفوا لهنايا بعد ما تقلع لي الدجاج تاعي هنايا بعد مرور حوالي 10 دقائق، اذا هاوليك الشكل تاعو كيفاش لهنا تقلع لي مباشره. واش ندير؟ ناخذ الماء المغلي بيان سور، ماء ساخن، نضيف من الفوق نضيف حوالي 2 كؤوس كبار كما راكم تشوفوا هنايا. نزيد نخلط بيان، نغطي عليه ونخليه يطيب في هذاك الدجاج تاعي يطيب. نجي اخر هنايا نشوف الوقت تاعي هنايا راه خاص طاب، نزيد له هنا اونفيرون 5 مينوت بعد ما راه حوالي ربع ساعة، نزيد له 5 مينوت مينيت نعاود نوليه كيفاش حنكمل على نسقسيه بيان سور. هنايا في الوقت اللي راهو الدجاج تاعي راهو يطيب، ناخذ لهنايا الفرماج تاعي ونرافيه. الوغ لهنا ناخذ الفرماج تاعي ونجوز نرافيه مباشره. اذا هذا هو الشكل تاعو من الداخل كيفاش يكون. هذا الفرماج الخاص بالبيتزا، انا قلت الكميه حوالي 250 غرام هكذا. نجي مباشره نرقيه، نرقي بهذا بيان سور كمل العمليه تاعي. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما كملت كامل سكرفشت هذاك الفرماج تاعي رابيتو. اذا هنا نخلي هذا الفرماج تاعي على جنب ونجوز نحصفي الشوفلور ديالي. الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا قلت بعد ما خلاص طاب الشوفلور تاعي ندوز مباشرة نصفيه. اذا هنا ناخذ مباشرة الكسكاس ونصفيه. الوغ هنا بعد ما صفيته نخليها على جنب يبرد ونجوز نكمل نشوف واش ندير مع المرق ديالي. اذا هنا في وقت اللي راهي المرقة تاعي تكمل الطياب ديالها هايلي كيما راكم تشاهدوا. الان هنايا انا عندي كأس حوالي كأس تاع الماء، اذا ناخذ لا مايزينا ديالي كما راكم تشوفوا لهنايا، ندير حوالي 3 ملاعق تاع لا مايزينا كما راكم تشوفوا. اذا الملعقه الاولى، نزيد الملعقه الثانيه والملعقه الثالثه، نخلط بيان كما راكم تشوفوا، نخلطها مليح حتى يتحلي تتحلي كامل ديك لا مايزينا في الماء. الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما حليت كامل ديك لا مايزينا، شوفوا كيفاش ولات تشبه الحليب. الان هكذا لازم، وهنا لازم تكون بالماء الدافئ، حليتها بشويه ماء دافئ. اذا نجوز مباشره الطنجره تاعي اللي راهي تغلي لهنايا، ونضيف هذا الخليط تاع الماء والمايزينا. اذا مباشره في الخليط كيما راكم تشوفوا هكذا هذا كامل، ناخذ الملعقه ديالي ونخلط هكا، ونخليه يعقد لي واحد يعقد لي شويه اونفيرون واحد 3 حتى 5 مينوت، ونعاود نولي له نشوفو كيفاش نكمل العمليه ديالي. اذا كيما راكم تشوفوا انا بعد مرور حوالي 3 دقائق، اذا هاي لي كلاصوص تاعي هنا كيفاش ولات ها هيك. اذا نطفي عليها ونجوز مباشره عليها، نجوز مباشرة نحضر الشوفلور ديالي. اذا هنا واش حندير، هاوليك الشوفلور تاعي هنايا بعد ما برد شويه، الفرماج ديالي ولاصوص تاعي راه هنا. اذا نجوز مباشرة نحضر الصحن تاعي. اذا كيما راكم تشوفوا هنا ناخذ الشوفلور تاعي، راني بديت ناخذ فيه نديرو في الصحن مباشره بهذه الطريقه، يعني نعمر كامل الصحن تاعي هنا. هذا الصحن حيروح للفرن بهذه الطريقه، نكمل كامل بهذا الشكل. الوغ كيما راكم تشوفوا بعد ما حطيت كامل الشوفلور تاعي كيما راكم تشوفوا هنايا، الان ناخذ لاصوص تاعي نبدا ندير من الفوق. قلت ناخذ لاصوص تاعي نبدا نسكب من الفوق. هنا بول الشوفلور نصيحه ما ديروش ما تخلوش يطيب بزاف حتى ينطلق لكم، يعني يكون هكا متماسك، يعني جوست طايب هكذا. هنا راهو طايب بصح ماشي، هاوليك تشوفوا هكا طايب بصح ماشي معجن. اذا هنا ناخذ لاصوص ديالي تاع الدجاج، هذه اللي درتها بصل الدجاج، ونبدا ندير من الفوق كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نكمل كامل لاصوص تاعي فوق الشوفلور، نحاول نوزع كامل لاصوص بهذا الشكل بهذه الطريقه، يعني من الدجاج هنا نحاول نوزعه بحيث يكون
الصحن تاعي كامل مغطي بالدجاج. هطال كما راكم تشوفوا دم هكذا نكمل نحط كما راكم تشوفوا هنا. بعد ما كملت كامل العصوص تاعي هذيك درتها كامل فوق هالطريقه، يعني هنا العصوص كامل تكون مغطيه في الصحن والشوفه تاعي كامل يعني متشبع بالعصوص. الان واش ندير؟ بون هكذا نحاول بون توجور لي بوردور لازم ما نخليهمش بلا صوص باسكو من بعد كي يطيبوا الصحن تاعي حيكحل. اذا هكذا نمسح. الان واش ندير؟ ناخذ الفرماج ديالي هذايا هاوليك ونعمر الصحن تاعي من فوق بالفرماج. اذا هذه الوصفه كما قلت تحب الفرماج، اذا هنا الصحن تاعي حيتعمر كامل بالفرماج، يتغطى بالفرماج من فوق هكذا. نكمل نعمر كامل الصحن تاعي بالفرماج. الو كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما وزعت كامل الفرماج ديالي، اذا كيما راكم تشوفوا ناخذ الصحن تاعي ونديروه في الفرن على درجة 180 درجة لمدة 5 إلى 10 دقائق، يعني ماشي حيطول هنا جوست يدوب لي الفرماج هذاك ياخذ تحميرة خفيفة ونعاود نشوفوا النتيجة النهائية. الو كيما راكم تشوفوا هاوليك لهنايا الصحن تاعنا هنا بعد ما خرجت من الفرن، هاوليك الشكل تاعو النهائي. اذا هنحاول فقط نقرب لكم باش تشوفوا الفرجه من الفرد. اذا هاوليك نشوف لوغ تاعنا بالجبن. على كيما قلت اعزائي المشاهدين الطياب تاعو ماشي حيتجاوز اكثر من 10 دقائق، هنايا جوست واحد 9 مينوت نحيتو. اذا انا هنايا نسقي الشوفلوغ تاعي بالفرماج في الصحن التقديم ونشوفوه جاهز فيما بعد. اذا كما راكم تشوفوا هاوليك الطبق تاعنا لهنا جاهز في صحن التقديم، هاوليك الشكل تاعو النهائي. نحاول نقرب لكم نوريكم جميع الجوانب كيفاش جا. اذا صدقوني الوصفه لذيذه جدا. هاوليك هنا الصحن الثاني نهديه للمشاهدين. اذا كما راكم تشوفوا هذه الوصفه تاعي تاع اليوم لذيذه جدا، اللي يحب يغير هاوليك. الو كما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين هذه الصور الجميله، نخليكم ونقولكم إذا عجبتكم الوصفة عليكم غير ديروا جيم ولا كومنتار، وإذا كنتم أول مرة تدخلوا القناة عليكم غير ديروا أبوني باش يوصلكم معايا جديد في الأعداد المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.